رجعنا معكم مشاهدينا من بعد البريك، وبذكركم انه باخر هالحلقه رح بيصير في السحب الشهري يلي هو اليوم بسائب، والسحب الاسبوعي يلي رح بيصير على جوائز ارت ساكري حريصه وبطاقتين لشخصين ليحضروا مسرحيه انا الي بوتيت فولوز. بنشوف سوا بالتقرير. الرابح معنا اليوم بيحصل على قسيمة شرائية من الآر ساكري حريصة. زمن الميلاد قرب، لهالمناسبة قرر مستر فيس يكون أنج جارديان لحدا منكن مشاهدينا. المطلوب منكن تفوتوا تعملوا لايك لصفحة مستر فيس على فيسبوك، تبعتوا رسالة على إنبوكس تكتبوا فيها اسمكن، عنوانكن ورقم التليفون، وإذا بتحبوا فيكن كمان تبعتوا صوركن أو أي شي بتحبوا تقولوا. بهالطريقة رح ينزل اسمكن بالقرعة يلي رح نسحبها بأسبوع العيد، وهدية مستر فيس للرابح تابلت تقدمة البرنامج. فرص الربح زادت مع مستر فيس، صار فيكن تربحوا تيكتس لشخصين لتشاهدوا مسرحية أنا إلي بوتيت فولوز خلال فترة عيد الميلاد. مشاهدينا بذكركم انه تتابعوا عناوين فقرة خبر جديد انضموا لصفحة الفيسبوك. وبنبدأ بأول خبر، وهو عطول البابا فرانسيس عم بيذكر بانه العيلة هي قالب المجتمع وهي الكنيسة الأولى يلي منها بتتدفق المحبة. واليوم بتغريدته على تويتر عم بيذكرنا بهالشي، فقال: العيلة هي جامعة المحبة يلي فيها بيتعلم كل شخص التواصل مع الآخر ومع العالم. وبخبرنا تاني لليوم هو رح نشوف صور من مسرحية شوكولامي، هالمسرحية الترفيهية التعليمية اللي بتخبرنا عن معنى الصداقة الحقيقية، عن صداقة يسوع. نتمنى انكم تزوروها. شجرة العيد بجبال من الأجمل بالعالم، احتلت جبال لقب أفضل شجرة عيد ميلاد حول العالم بالنسبة لأحدى المجلات الأمريكية الأكثر قراءة، واختيرت شجرة العيد بجبال لطولها يلي بلغ 30 متر يلي هي مغطية بالكامل من 2500 ورقة حديدية على شكل أوراق الشجر ومدهونين باللون الذهبي. بهالخبر المهضوم رح نشوف صدمة على وجه طفل شاف طفلين يلي هن توم لأول مرة. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بفرجة طفل شاف للمرة الأولى طفلين يلي هن توم حديثي الولادة قاعدين حده، فاستصعب إنه يفهم يلي عم بيصير حوالي. خلونا نشوف الفيديو سوا. مشاهدينا من بعد هالفيديو الحلو رح منعود لأخبار البابا فرانسيس، وهالمرة رح نحكي عن هالخبر المتواضع والحلو حيث قدم قهوة لحراسه. لما فاق البابا فرانسيس من نومه شاف حارس كان واقف طوال الليل عم يحرس الغرفة يلي البابا بينام فيها. زعل البابا فرانسيس وطلب من الحارس انه يشرب هو وياه القهوة، فرفض الحارس بالأول، بس البابا فرانسيس أصر إنه يشرب القهوة مع الحارس بفرح كبير وتواضع. رح نروح سوا على خبر بياخدنا للأرقام القياسية، وهو أصغر سيارة بالعالم. هيدي السيارة يلي هي مثال لتجنب العجقة اخترعها رجل من الصين، ويلي ما بيتعدى طولها للسيارة 60 سنتيمتر، وبتشتغل هيدي السيارة بمحرك بنزين مثل أي سيارة. مشاهدينا بآخر خبر دايماً عم بيكون عن توب 5. الحلقة الماضية كان بآخر خبر توب 5 عن أغاني كريسمس، هيدي المرة رح بيكون على أجمل خمس شجرات للعيد بالعالم. رح نشوف سوا توب 5.
احتلت المرتبة الخامسة. توب فور. بالمرتبة الرابعة هي احتل لبنان منطقة جبال، هيدي الشجرة يلي حكينا عنها بأخبارنا. بالمرتبة الثالثة توب 3 هي بنيويورك، هالشجرة الموجودة بنيويورك وريو دي جانيرو. توب 2. بالمرتبة الثانية احتلتها سيدني، شجرة العيد الميلاد يلي هي بالتوب 2. توب 1. وبالمرتبة الأولى توب 1 هي اللي احتلها بلد سنغافور. لهون منقتل لختام فقرة خبر جديد وبنرجع لعندي كسر. كتير حلو شعب يلي شفناه، شجر مزينة، وإن شاء الله نحن كمان بعيد الميلاد نزين قلوبنا مثل هالشجرات الحلوين. فإذا بلشنا عيد الميلاد وبلش بالطقس المرونة اللاتيني بتسعوية الميلاد، ومنذكركم ومنقول أنه تسعوية الميلاد جاي من كلمة تسعة يلي هي تسعة أيام. فإذا منقول تسعوية الميلاد منبلشها قبل بتسعة تسعة أيام يلي هي تسع جمع يلي تسعة أيام، هي بتدل على أنه كل يوم من الأيام هو شهر من الأشهر يلي حملت فيهم مريم يسوع. فإذا تسعة أيام هني تسعة أشهر يلي مريم حملت فيهم يسوع، وهني عبارة عن مسيرة بيساعدونا أنه نحن كمان نصير مع مريم ومع يوسف على المغارة، لطفل المغارة. وكمان أنا بهالوقت مشاهدينا صغار بدعيكم لكل يوم من هالأيام خلال التسعة أيام نقدم شغلة، نقدم هدية أو نقدم نية أو نرفع حدا من الأشخاص اللي منحبهم كل ليسوع ونقدمه لطفل المغارة، وهيك بنوصل لآخر الجمعة معنا هدية كبيرة وأشخاص كبار قدمناهم لطفل يسوع. وشربل في معنا اتصال، تاخدي مصر. الو 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 بونجور. الو الو مين معنا؟ بونجور، مين معي؟ تيريزا بلعة. اهلا تيريزا. تيريزا من وين عم تحكينا؟ من زحله. اهلا وزهلا في اهلا وسهلا فيك تيريزا. اي رقم بتحبي تختاري؟ فإذا عنا سيس كنز. أوكي نشوف رقم كنز شو في بقلبه. في جينجل جينجل. فإذا تيريزا رح تسمعي موسيقى ترتيلة، رح تحاولي تعرفي شو هي، رح نسمعها سوا. نجمة وضو. نجمة وضو. كمان نجمة نجمة وضو وليل وضو. نجمة وليل وضو. فإذا لما بيكون في ليل شو منضوي؟ أوكي نجمة وليل وضو. شو مرسي على اتصالك، اسمك بفوت معنا بالسحبان. مصر اليوم عيد مين؟ اليوم نحن لك بنعيد للوسيليا، وبذكر مشاهدينا صغار ما تنسوا تعيدوا كل شخص بيحمل اسم لوسي او لوسيليا. وهلا اللي عندك شربل مين في شو بدك تقلنا؟ بدنا نشوف هلا سينتس اوف ذا ويك، بنشوفها سوا والقديسين يلي اعيادهم بالاسبوع المقبل. بنتمنى عليكم انكم تعيدون. بهالأسبوع بتعيد الكنيسة ست قديسين. الأحد 14 كانون الأول عيد القديس يوحنا الصليب. الخميس 18 كانون الأول عيد دانيال النبي، أولاد حنانيا ثلاثة، حنانيا، عزريا وميشائيل. أما السبت 20 كانون الأول عيد القديس إغناطيوس الإنطاق.
نصار وصلنا هلا للسحب، وبدي اطلب من كل حدا منكم نجي سوا تنسحب السحب الاول يلي هو على جائزه الارت ساكري حريصه. مزبوط، ونشاهد كمان بنقول لمشاهدينا انه عندنا ثلاث سحوبات اليوم. مزبوط، اول سحب لارت ساكري حريصه. تسحب اسم مين؟ أنجلو جابرييل، ألف مبروك يا أنجلو جابرييل، أنت ربحت قسيمة شرائية من أرت ساكري حريصة. لكن أول اسم، ثاني اسم تيجي تسحبيه يلي هو رح بيصير على تيكت لمسرحية أنا إلي بيتيت فولوز لشخصين. ومنذكركم هيدي المسرحية رح بتكون لأحد المقبل. فإذا يعني مشاهدينا الصغار كل اللي عليكم أنكم تجوا تستلموا البطاقة المسرحية هيدا الأسبوع، لأن إذا راح عليهم ما فيهم بقى يحضروا. منقول ألف مبروك لتيريزا جمعة، تيريزا طلعت من نصيبك التيكت يلي بتقدروا من خلالها تحضروا أنا إلي بوتيت فولوس. هلا السحب يلي رح بيصير على التابلت يلي موجودة فينا نشوف التابلت شهر. أكيد. وهيك مشاهدينا هيدا التابلت يلي عم يعرضكم يا شربل هو رح يكون لحدا منكم. هيدي التابلت يلي هلا رح نسحب على الاسم عليها، بدي اطلب منك ما بعد ما نخلط الورق. نخلط الورق، اوكي. شوف بي لمين بده يطلع. يلا الينا هي رح تسحب. يلا الينا. ميرسي الك الينا. اشوف لمين طلعت التابلت. بنقول ألف مبروك لربيع مفاوض. ربيع طلعت من نصيبه التابلت، بنقول لك ألف ألف مبروك. مبروك لإلك ومبروك لكل اللي ربحوا. لكن بذكر مشاهدينا إنه أنجلو جابرييل ربح جوائز من تقدمة أرت ساكري حريصة. تيريزا جمعة ربحت تيكتس لشخصين ليحضروا مسرحية أنا إلي بيتيت فولوز، وربيع مفاوض ربح التابلت. ومشاهدينا اخر جمعه بالميلاد يلي هي رح بتسائب جمعه الجاي اللي خاصه بالانج جارديان، كمان جمعه الجاي رح بيصير في سحب انج جارديان يلي خاصه بالتابلت. كل اللي عليكم تفوتوا تعملوا سيرش على الصفحه مستر فيس، تعملوا لايك للصفحه، تبعتوا لنا انبوكس، بقلب الانبوكس في اسمكم رقم تليفونكم، شيء حابين تقولوا للبرنامج، ونحن مستعدين بالحلقه نحط الاسم وتكونوا من بين الاشخاص يلي لهم الحظ انهم يربحوا التابلت. مصر نحن وصلنا لختام الحلقة. صح شربل، نحن لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بتشكر شربل أكيد، بنشكر ضيوفنا الحلوين يلي إجوا اليوم وانضموا لنا. ميرسي إلينا، ميرسي جو، ميرسي إلك يا بييرينو. ميرسي إلكم وجمعة مباركة. Bye.